يؤتى بالرجل يوم القيامة فيوقفه الله بين يديه ويسبل عليه السترة، يسأله: أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. يقول: أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. يقول: فلقد سترتها عليك في دار الدنيا، وها أنا أغفرها لك اليوم. لماذا لا نتخلق بأخلاق الله؟ لماذا لا نملأ قلوبنا رحمة بعباد الله؟ لماذا لا نجعل من هذه الرحمة الوسيلة التي نجذب بها الناس إلى حمى الله سبحانه وتعالى؟ هذه النصيحة أزجيها أولا لنفسي، فأنا أحوج الناس إلى ذلك، ثم إنني أتوجه بها إلى كل أخ في الله.